وللاسف هنبدا بخساره النادي الاهلي للاسف، يعني طبعا خساره 4-2 من فريق فلامينجو، مباراه لسه منتهيه منذ دقائق تقريبا، وبكده النادي الاهلي يكون في المركز الرابع. يعني طبعا كان عندنا امل كبير الحقيقه انه نقدر حتى ناخد المركز الثالث، ولكن الحقيقه مباراه النهارده ايضا كانت مباراه قويه ومش سهله، وفريق ايضا فلامينجو مش فريق سهل على الاطلاق، وان كان طبعا الهلال السعودي نجح في تخطي عقبه فلامينجو والوصول للنهائي. طبعا تابعنا مع حضراتكم المباراه النهارده، وكانت مباراه ايضا قويه وكان في تهديد من كلا الفريقين، ولكن ايضا الشوط الثاني لم يسر على ما يرام بالنسبه للنادي الاهلي. بنقول طبعا لكل جماهير النادي الاهلي هارد لك، وان شاء الله طبعا نعوض في البطولات القادمه، وايضا الاهلي قدم بطوله يعني نقدر نقول ان هي جيده، استطاع ايضا الفوز في مباراتين مهمتين ايضا، ولكن كان نفسنا الحقيقه في اكتر من كده، خاصه كمان كان الاداء قدام ريال مدريد افضل. احنا معانا دلوقتي على الهاتف مين؟ ينضم الينا الان هاتفيا مين يا شباب؟ الاستاذ عثمان ابراهيم الناقد الرياضي. اهلا بيك يا استاذ عثمان، منورنا. اهلا بيك يا استاذ حسام، واهلا بكل مشاهدي كره المحور وبرنامج الثاني. اهلا بحضرتك، اتفرجت على الماتش طبعا. طبعا شفت المباراه، يعني يمكن النادي الاهلي بيأدي المباراه الثانيه على التوالي بشكل جيد جدا امام فريق قوي، ولكن النهايه دايما تكون غير سعيده. في ماتش الريال الاهلي ادى وكان ند قوي جدا جدا لريال مدريد، وده بشهاده الصحف الاسبانيه نفسها، ماركا واس واكبر صحف الاسبانيه قالت ان الاهلي كان ند لريال لولا الوقت بدل الطائع اللي اتغيرت فيه النتيجه والفوز 4-1 للريال. النهارده بتكرر السيناريو بنفس الطريقه، بل تكاد تكون اصعب شويه على جماهير الاهلي. انا حسيت انه الاهلي كان افضل قدام ريال مدريد بكتير، ولا والنهارده كان جيد جدا امام فلامينجو وانت ماسك الكوره، ولكن الشوط الثاني ما كناش كويسين. هل ده ارهاق وتعب ولا هي تفاصيل صغيره؟ حصلت، خلينا نتفق ان اكيد في ارهاق، لان اكيد في اقل من 11 يوم او اقل من 10 ايام بتلعب اربع مباريات على المستوى العالي جدا جدا. اوكلاند سيتي ما كانش فريق بالقوه الكبيره، لكن سياتل ساوندرز الامريكي فريق بدنيا متعب ومرهق للغايه. ماتش ريال مدريد اكيد استنفذ كثير من طاقه لعيبه النادي الاهلي، والنهارده بتكمل ايام فلامينجو اللي عنده يوم راحه زياده عن النادي الاهلي انه لعب قبل الاهلي بيوم مع الهلال السعودي. يمكن فلامينجو جاي عنده دوافع كبيره جدا جدا بعد ما خسر فرصه التاهل للنهائي، وطبعا كان سيناريو غريب في مباراه الهلال، اكيد الهلال السعودي نتمنى له التوفيق في الماتش بتاعه، ولكن اللي حصل مع الهلال وكان موفق جدا امام فلامينجو اتعكس النهارده امام النادي الاهلي. معظم قرارات الفار وتدخلاته جت على النادي الاهلي بشكل كبير جدا جدا، ركلتين جزاء، بطاقه حمراء، فاعتقد فرق كتير جدا جدا في سيناريو هذا اللقاء. مش هنتكلم اذا كانت صح ولا غلط، اكيد في الحكام موجوده والناس شايفه وهتحلل الاداء التحكيمي، ولكن النادي الاهلي هو اللي اهدر فرصه الفوز بالبرونزيه بنفسه. قبل ما نتكلم على تحكيم او في مشاكل في التحكيم او ما شابه، لكن النادي الاهلي ونتيجه 2-1 محمد شريف بيهدر انفراد كامل في نص ملعب فلامينجو، وبكل رعونه بيحط كوره بين قدمي الحارس او في قدم حارس فلامينجو. الكره دي لو دخلت هدف وبقت 3-1 اعتقد الامور كانت هتتغير تماما، 3-1 ان الكره بعدها اتردت على النادي الاهلي وتم تسجيل التعادل. الحاجه الثانيه، المباراه الثانيه على التوالي الاخطاء الساذجه من لعيبه النادي الاهلي هي اللي بتتسبب في اهداف. تفتكر ماتش ريال مدريد اخطاء ساذجه زي ايه في وجهه نظرك؟ يعني كانت 0-0. افتكر كده الهدف الاولاني محمود متولي اخطا في تقدير الكره اللي جاله من ديانج، خدها مباشره لاعب ريال، سجل اول هدف، بدات المباراه تنفتح وشفنا اللي بعد كده جيبي الثاني في التاتش الثاني. اخطاء دفاعيه ساذجه المفروض ما تحصلش من لعيبه النادي الاهلي. ممكن يكون توتر، وارد، ممكن يكون ارهاق بدني وذهني برضه وارد. النهارده نفس القصه، علي معلوم ما كانش موفق في اول كوره، ارتكب ركله جزاء الحكم ما شافهاش، الفار رجعه واعتقد انها ركله جزاء صحيحه. محمد الشناوي خطا غير طبيعي في التقدير للكوره، لو انت مش طالع تمسك الكوره العبها بالبوكس في مكان بعيد، دخل منها هدف ثاني، خطا برضه من ديانج. بعدين عدد الشوطات كمان على مرمى يعني فلامينجو كانت اكثر بكثير على مرمى الشناوي النهارده، يعني الاحصائيات قدامي 15 ل 10 يعني التهديد ده. النهارده ديانج الكوره اللي كان كولر محذره منها في ماتش الريال عملها في ماتش النهارده، ان هو بيرد الكوره للخلف من غير ما يبص، كوره حافين نتج عنها هدف ثالث.
وطبعا محمد هاني يمكن هو اقلهم خطأ من كره اللاعب البرازيلي بيدرو لعب كره غير اتجاهها فجت في ايد محمد هاني. الحكم قدر انها تتحسب، انا وجهه نظري انها كانت ممكن تتحسبش، ولكن الحكم ليه تقديره طبعا وشافها كذا مره في الفار وشاف ان ايد محمد هاني كانت بره جسمه واستفاد من الكره مع انها ممتده من مسافه قصيره او تغير اتجاهها من مسافه قصيره بينه وبين اللاعب، لكن الحكم شاف انها تتحسب ركله جزاء ودخل منها الهدف الرابع. اخطاء بسيطه جدا جدا بيمنح بيها هدايا لعيبه النادي الاهلي المنافسين، والخامس كان جاي كمان ربنا ستر يعني ده وتحسب التسلل، لكن الاخطاء الساذجه دي لازم يبقى درس كبير لعيبه النادي الاهلي لما بتلعب على المستوى العالمي ده يختلف تماما عن المستوى المحلي او القاري، ربما الحاجات دي احنا مش بنحس بيها محليا او قاريا، اكيد بتقابل مستويات قد تكون اقصى حد فيهم على قد النادي الاهلي او اقل، فبالتالي ما تحسش انت بالمشاكل دي. فهنا لازم نتوقف عن حاجه مهمه، الاستفاده الكبرى من هذه البطوله الاهلي استفاد تسويقيا. ايه بالظبط، ايه الدروس اللي نخرج بيها من معلش وسؤال ساذج بس اكيد الناس بتساله، اشمعنى يعني الهلال عدى فلامينجو واحنا لا؟ لسه قايل لحضرتك في بدايه الكلام سؤال ساذج طبعا، والكره توفيق والكره فيها قدر بس يعني برضه سؤال في غاية الأهمية، سؤال في غاية الأهمية، مش سؤال ساذج أبدا يا جماعة. نشوف الاحتراف في الكرة السعودية والصرف عليها مقداره قد إيه وعندنا مقداره قد إيه، شوف الكواليتي والجودة اللي بيقدر يبيها. إحنا يا جماعة بنتكلم إن كريستيانو رونالدو بيلعب في النصر السعودي، إحنا سوبر هاتريك، إحنا سامعين كلام إن ليونيل ميسي بيتكلم على السوبر هاتريك قصدك ولا عامة؟ لا أنا هو اللاعب بنفسه جه حد كان يتخيل يتصور إن رونالدو يلعب في الدوري السعودي؟ ولسه جايب سوبر هاتريك برضه بتهيألي صح؟ جاب اول سوبر هاتريك ليه في اخر مباراه اربع اهداف. وشوف حضرتك تخيل النادي الاهلي مثلا، بذكر النادي الاهلي كان في السوشيال ميديا رقم واحد في الشرق الاوسط النادي الاهلي طبعا المتابعين، بمجرد والحقيقه قبل حتى ماتش ريال مدريد انا كنت بتابع الصحافه الاسبانيه يعني كانوا مدين اعتبار قوي جدا النادي الاهلي، قال لك ملك افريقيا هيلعب ملك اوروبا وكانت دعوات لعدم يعني الاستقلال من النادي الاهلي لانه دي تاريخ يعني انا قريت حتى في اسيا اسبانيا وماركا وعرضنا هنا المانشيتات هي دي الفوائد بس ليه بقى اتمنى الناس اي بطوله ناخدها ايا كان الاهلي او الزمالك او منتخب مصر يبقى في دروس مستفاده نبني عليها، لان انا شايف النغمه دلوقتي اللي هي هد المعبد على رؤوس اصحابه، انت وصلت الليفل او مستوى كبير وسكيل كبير، انت بعيد عنه، خلينا نتكلم بواقعيه، انت يعتبر فنيا بعيد عنه، لكنك احتكيت بهذه المدارس وشفت النواقص اللي عندك ايه، تحاول تحلها في البطولات اللي جايه. تاخد درس من الخساره، لان الخساره زي كده المثل بيقول الضربه اللي ما موتنيش بتقويني. انت خسرت وصلت مركز رابع العالم، لا تبص على المرحله الجايه، النادي الاهلي عنده مرحله صعبه جدا جدا، منافسه محليه شرسه، المنافسه القاريه هيبدا على طول امام الهلال السوداني اللي خسر النهارده من سان داونز في اول ماتش ليه، فالهلال هياخدش ماتش الاهلي يوم السبت الجاي، عنده شراسه قويه عشان يعوض خسارته في الجوله الاولى. الاهلي طبعا تاجل مباراته امام الكابتن كاميروني، فعندك مجموعه قويه الهلال والقطن وسان داونز اللي فاز على الهلال النهارده، مجموعه قويه جدا جدا، منافسه قويه. سان داونز ده ليه معانا تاريخ كبير على ده اربع خمس سنين ورا بعض، سان داونز ده خلاص بقت ماركه مسجله سواء في المجموعه او في الدوري. سان داونز ده يعني احنا تاريخ مع بعض يحافل مجموعه صعبه، فاتمنى الناس او الجماهير او السوشيال ميديا او حتى الاداره. هو اخر انا مش فاكر الصراحه اخر مواجهه لينا مع سان داونز كانت اللي صالحهم ولا صالحنا؟ لا السنه اللي فاتت كانت باين دول مجموعات سان داونز فاز في الماتشين، لكن في النهايه الاهلي هو الوصف النهائي وسان داونز روح بدري يعني كويس يعني الذاكره ما خانتنيش قوي هي دي حلاوه الكوره. بص لما تخسر مرحله ليست هذه نهايه المطاف، لسه قدامك تكمل اللي بعد كده وتعوض. النادي الاهلي عنده الدوري السنه دي، اكيد خسر الدوري اخر سنتين عايز يعوضه، عنده نهائي كاس مصر بتاع السنه اللي فاتت امام نادي بيراميدز وكنا ماشيين كويس الحقيقه، 22 مباراه بدون هزيمه تقريبا مع كولر، ده طبيعي يعني كان برضه كان شيء كويس جدا يعني. على فكره هي مصادفه غريبه جدا ان كولر وموسيماني، ما ننساش طبعا هزيمه الزمالك ما بقول حاجه، كولر وموسيماني 22 مباراه الاولى ليهم بدون هزيمه بنفس الترتيب بالظبط، وتبقى اول خساره في كاس العالم للانديه امام فريق بطل اوروبا. موسيماني لو تفتكر خسر اول ماتش ليه امام بايرن ميونخ الالماني في نصف النهائي، صح. كولر لما خسر من ريال مدريد في نصف النهائي. الاطرف من كده انه كان بنفس التاريخ 8 فبراير 21 8 فبراير 23 فاكر يا لهوي ده فاكر الدرجه دي يعني تخيل الصدفه وصل درجه ايه. ولكن في كل الاحوال كولر في اول تجربه ليه مع النادي الاهلي اعتقد عامل شغل كويس جدا جدا، بل بالعكس الناس اللي شافت ماتش بايرن ميونخ الاهلي لم يؤدي باداء قوي رغم انه خسر 2-0 بس امام بايرن ميونخ، لكن امام ريال مدريد ادى بشكل اقوى بكتير، بل في لحظه من اللحظات كان الاهلي ند
لريال مدريد وكاد ان يتعادل. النهارده زي ما قلت من شويه تفاصيل صغيره فرقت، محمد شريف الانفراد لو سجله 3-1 الاهلي ما كانش هتوصل 2-2، وبعد كده تلاقي عمل ريمونتادا ورجع في النتيجه. تفاصيل صغيره لان احصائيات اللي حتى كل الاحصائيات الحقيقه متقاربه بين الفريقين، سواء في الشوط في التهديف على المرمى في حتى في الاستحواذ مش طبعا كبير خالص، كل ده من فرقه الباسز حتى قريبين جدا كل ده. عايز اقول لك حاجه، كان اعتقد كان في مباراه في الدوري الهولندي من كام يوم، فرقه تكاد تكون ماسكه كره 80% عملوا اكتر من 50 محاوله على المرمى، انت متخيل الرقم؟ 50 محاوله على المرمى مباراه خلصت 0-0. فاذا ليست بامتلاك الكره وليست بفرص ولكنها باستغلال الفرص. الله يرحمه كابتن لطيف قال لك الكره جوال، انت لو بتسجل اهداف من اقل الفرص هتفوز. ابسط مثال ريال مايوركا الاسباني فاز على ريال مدريد قبل ما يروحوا للمغرب يلعبوا كاس العالم للانديه. الريال لو شفت الاحصائيات مكتسح المباراه تماما وضيع ركله جزاء كمان، لكن مايوركا من فرصه واحده سجل هدف كسب 1-0. هي دي كره القدم، الفرصه لما تجيلك تحاول تفوز بها. اهم يعني يعني انت بتتكلم دلوقتي بشكل واضح، الدرس الاول الفينشنج، الفي عندنا مشكله في الفينشنج، انهاء الهجمات لابد يبقى فيه انهاء الهجمات. ربما انت خدت مركز رابع في كاس العالم، ايه تاني مشكله تاني غير الفينشنج ايه عشان نلخص الروشيتا؟ اعتقد بخلاف انهاء الهجمات ودي ازمه واضحه جدا جدا، ان هي ما تهدش الثقه في الجهاز الفني واللاعبين في هذه المرحله الدقيقه، وان هم يبنوا على النتيجه اللي عملوها او الدروس اللي استفادوا منها في كاس العالم للانديه للمرحله اللي جايه. زي ما قلت لك عندك الهلال السوداني بعدها في ماتشات مضغوطه في الدوري، فالنغمه اللي انا شايفها على السوشيال ميديا نغمه مرفوضه تماما. أيوة. نغمه بتهد المعبد على رؤوس. طب كان في النهارده مشكله، انا حسيت الباسز على طول بتتقطع من النادي الاهلي، حتى الحاجه الوحيده اللي هم فارقين عنا فيها الباسز هم اكتر مننا بكتير، 500 واحنا 300 وشويه، هي دي الحاجه الوحيده الفرق. في حاجتين، في حاجتين مهمين قوي، فرق جوده اللاعبين وده امر قلناه مهم جدا جدا. لك ان تخيل النهارده ديفيد لويز المدافع ده كان بيلعب في تشيلسي قبل كده، ارتورو فيدال اللي هو عامل قصه شعر غريبه، ارتورو فيدال لعب برشلونه ولعب انتر ميلان ايطاليا قبل كده، فاللعيبه لعيبه من عيار كتير جدا جدا، فطبيعي جوده اللعيبه في صالح الفريق البرازيلي. الحاجه الثانيه طرد، فده كان الاهلي بيبقى لعب اكتر من 30 دقيقه، لما نحسب الوقت بدل ضايع اكتر من 30 دقيقه بتلعب نقط امام فرقه بهذه الجوده، فطبيعي يكون هم متميزين او متفوقين في حته التمرير. فانا مش شايفها دي ازمه كبيره، ان هيجي الاهلي في ماتشات ثانيه بالظبط هو اللي هيكون متفوق بشكل واضح. ولكن الاهم استفيد النادي الاهلي، خدت من حاجه لاعب لعيبه كتيره جدا في البطوله دي، شفنا خلع فتاح مروان عطيه صفقات جديده احتكوا في كاس العالم للانديه، كنت ممكن تقول دول لعيبه محليين لسه ما لحقوش ياخدوا على الفريق، لا دخلوا في الفورمه ودخلوا في الزمورك في المنظومه ودخلوا بداوا يلعبوا وياخدوا احتكاك قوي جدا وخبرات كبيره جدا جدا جدا. اتمنى الفتره الجايه اكيد النادي الاهلي يخش كمان نسبه الصفقات الجديده احمد القنوط داخل صف النادي الاهلي. اعتقد الهدف الجديد هو تحقيق البطولات المحليه ودوري ابطال افريقيا، واتمنى اكيد طبعا عندنا يعني لسه عندنا تحديات كبيره تاني سيزون. أتمنى انا بشكرك طبعا يا استاذ عثمان، شكرا جزيلا استاذ عثمان ابراهيم الناقد والكاتب الرياضي، شكرا جزيلا.